مش معزولة هنا، أقصد معزولة نتورك يعني، بس أقصد إن كل نوع ورك لود محطوط في كلاستر لوحده، تمام. وفي كلاستر كمان اسمها ايدج كلاستر. الايدج كلاستر دي هي اللي بيتحرك فيها منها من خلالها نورث ساوث ترافيك، فيها الاي اس جي نودز، وبيكون فيها كمان الدي ال ار نودز، تمام. ده البيست براكتس بالنسبه للديزاين للانفايرمنت الكبيره، وده اصح طبعا يعني، لان حتى لو احنا بعيدا عن الان اس اكس، لما بنتكلم على الفي سفير، فانت لو عندك عدد كبير من الهوستس، يعني مثلا 10 هوستس فاكتر، الاحسن ان انت تقسم الورك لودز عندك، يعني تعمل كلاستر فعلا للمانجمنت، يكون فيها مثلا الفي سنتر، الفي روبس، دومين كنترولرز، وحاجات زي كده اللي هي الخاصه بالانفراستراكشر، اوكي. يكون عندك كلاستر للاكسشينج بقى، كلاستر اوراكل، كلاستر اس كيو ال، كلاستر شير بوينت، على حسب الانفايرمنت اللي عندك وعدد الفيرتشوال ماشينز. ده احسن تنظيميا واحسن للبرفورمانس واحسن لحاجات كتير قوي، عشان تصغر شويه الفولت دومين، يعني لو انا حصل اي 6 اي فيلير او كده، لان انا شفت انفايرمنتس فيها عدد كبير من الهوستس والفيرتشوال ماشينز، وكلهم ملمومين في كلاستر واحده. هو ده ينفع ولا ما ينفعش؟ هو تكنيكالي ينفع، لكن مش احسن حاجه يعني. حتى لو انت بتستخدم ريسورس بولز، ده مش احسن حاجه، اعزلهم وافصلهم في كلاسترز احسن، تمام. ده بالنسبه لللارج انفايرمنتس. طيب بالنسبه للسمول، فيري سمول انفايرمنتس، سمول بيزنس، او حتى لو انت بيج انتربرايز بس عندك سمول داتا سنتر، فالديزاين ده مناسب جدا جدا. احنا شايفين، شفنا في الصفحه في السلايد اللي فاتت دي، الورك لودز هنا متقسمه في كلاسترز. طيب بالنسبه للان اس اكس، يعني هنا معمول كونسوليديشن، معمول تجميع، هو هنا مجمع كل حاجه في الكلاستر الوحيده اليتيمه اللي عندك انت، انفايرمنت او انت داتا سنتر صغير وعندك بس 3 هوستس. مش هقدر استخدم الان اس اكس؟ لا يا سيدي، تقدر تستخدم الان اس اكس، مفيش مشكله خالص. في نفس الكلاستر اللي عندك دي، اللي هي اوريدي فيها طبعا الفي سنتر، هيبقى معاها الان اس اكس مانجر والكنترولرز، بس طبعا تاخد بالك ان الكنترولرز هنا ان انت توزعهم على الهوستس، تفرقهم توزعهم على الهوستس عشان الهاي افيلابيلتي طبعا يعني. والاي اس جي برضو لو عندك اكتر من اي اس جي توزعها على الهوستس، وطبعا الدي ال ار ممكن يبقى فيه منها اثنين، واثنين دي ال ار فيرتشوال ماشينز، والاي اس جي بيبقى فيها اب تو 8، بس هنعرف التفاصيل دي بعدين ان شاء الله لما نوصل للمواضيع دي واحد واحد، اوكي. طيب انا بالنسبه لللاب بتاعي هيبقى عامل ازاي هقول لكم، بس لما نوصل لصفحه فاضيه كده اشخبط فيها. اللاب بتاعي هيكون مايل للسمول انفايرمنت طبعا، لان اللاب يعني ريسورسز بسيطه يعني، اوكي. طيب ده مش شكل ديزاين بس، طب تبسيط اكتر، ان ادي الفيرتشوال ماشينز على الفي اكس لان، معاهم الديستريبيوتد فاير وول والدي ال ار، وبعدين طيب دول علشان يخرجوا بره وعلشان ياخدوا سيرفيسز هيحصل ازاي؟ من خلال ان الدي ال ار هيمرر ترافيك الى الفي اكس لان، الى الاي اس جي، اوكي. الاي اس جي بدورها هتمرر الترافيك الى الفيزيكال انفايرمنت بتاعتك، والاي اس جي بقى يبقى فيها طبعا فيها بريمتر فاير وول، والبريمتر فاير وول دي غير الفاير وول اللي جوه الديستريبيوتد، عشان بس نفصل. طب هو انا ينفع، هو انا لازم استخدم كل الفاير وولز دي؟ والله هو طبقات كتير من الفاير وولز مفيد، لكن لو انت مش منظمها بشكل صحيح هيعمل لك لخبطه، مش هتبقى عارف انهي فاير وول فيهم اللي موقفه الدنيا. فلو الدنيا صغيره، لو الانفايرمنت عندك صغيره زي دي كده مثلا، انت ممكن تستخدم هنا فاير وول واحده بس اللي هي الدي اف دبليو، وده رايي انا طبعا يعني. مش بالضروره ان انت تستخدم الاي اس جي وتستخدم الدي اف دبليو. على فكره خليني اقول لك كمان، ان في السمول او التايني انفايرمنت انت مش لازم كمان يبقى عندك اي اس جي، انت مش لازم تحط تعقيدات على نفسك. انا لا عايز في بي ان ولا عايز مش عارف ايه، فانا مش عايز الكلام ده كله، والكلام ده هنشوفه ان شاء الله لما نبتدي نعمل الديبلويمنت وشكل المودلز. وانا في اللاب بتاعي ان شاء الله هوري لك الانفايرمنت عندك بدي ال ار بس من غير اي اس جي، والانفايرمنت بدي ال ار والاي اس جي، وهنشوف الستاتيك راوتس، وهنشوف الاو اس بي، الاو اس بي اف، هنكونفيجر الكلام ده كله ان شاء الله. لان انت ممكن يبقى عندك الدي ال ار بس، مش لازم يبقى عندك اي اس جي. انا مش عايز اي اس جي، هو انت ممكن الدي ال ار هو منه مباشره الى الفيزيكال انفايرمنت على طول، تحط بقى ستاتيك راوتس،
ما اعرفش الاو اس بي اف، الاو اس بي اف بينصح يعني انه يبقى ما بين الدي ال ار وما بين الاي اس جي. ما علينا. طيب انا اللاب بتاعي هيكون عامل ازاي؟ نجيب القلم نشخبط شويه. اوكي لحظه واحده، ادي القلم. شوف يا سيدي الفاضل، انا اللاب بتاعي هيكون فيه اتنين كلاسترز، تو كلاسترز، نعتبر ان دي كده يعني كلاستر ودي كمان كلاستر، عشان اسف لو شكلهم مضحك. هيكون عندي مانجمنت كلاستر وهيكون عندي بايلود كلاستر. المانجمنت كلاستر عندي فيها ايه؟ فيها الفي سنتر، فيها ال ان اس اكس مانجر، وفيها ال ان اس اكس كنترولر. تمام. طيب بالنسبة للبيلود او البرودكشن كلاستر دي، فيها عندي طبعا المانجمنت هنا انا عندي فيها هوست واحد بس، هو يعني الريسورسز اللي عندي، والبيلود كلاستر في عندي فيها 3 هوستس عشان الهاي افيلابيلتي، وزي ما قلت قبل كده في عندي في سان. طيب هنا بقى في ايه؟ في هنا هيكون فيها ال دي ال ار فيرتشوال ماشين، هيكون فيها ال اي اس جي، والفيرتشوال ماشينز العاديه بقى اللي هي البيلود يعني الورك لود بقى نفسه يعني. خلاص مربوطين بالفيزيكال نتورك طبعا، وعندي سويتش وراوتر سيسكو تمام، علشان الفيلانز والربط ما بين هنا وما بين هنا. الحمد لله عندي الهارد ديسكس اس اس دي، فالبرفورمانس رائع مع الفي سان تحديدا، يعني الفي سان تحديدا ادائها فوق الممتاز مع الاس اس دي مع اوكي. عندي تو فيرتشوال ماشينز بس، كفايه قوي علشان اللاب يعني، مش محتاج ان انا يبقى عندي اكتر من كده. طبعا الدي ال ار ليه هاي افيلابيلتي بان يبقى فيه تو فيرتشوال ماشينز، الاي اس جي ليه هاي افيلابيلتي كمان بان هو يكون تو فيرتشوال ماشينز، واحد واحده اكتف واحده ستاند باي، هنتكلم على تفاصيلهم بعدين. والاي اس جي اب تو 8 نودز على حسب بقى الانفايرمنت بتاعتك، لو هي انفايرمنت يعني رهيبه هتحتاج اكتر من، يعني لو انت عندك التوتال ترافيك، انهي ترافيك بقى حضرتك؟ النورث ساوث ترافيك، لو النورث ساوث ترافيك عندك يا ما شاء الله اكتر من 10 جيجا بت في الثانية، 10 جيجا بت، انت ممكن لو الشركة فيها 20,000 موظف اصلا ما يشوفوش الرقم ده في حياتهم يعني. اوكي لو عندك اكتر من 10 جيجا بت فهنا هتحتاج بقى ان انت يبقى عندك اكتر من 2 اي اس جي باستخدام الاي سي ام بي اللي هو الايكوال كوست مالتي باث اظن بروتوكول اس ام بي، بيبقى عندك بقى 2 في اكتر، هتحتاج يعني ان انت يبقى عندك اكتر من 2 اي اس جي. بس ده برضو زي ما قلت قبل كده نرجع للديزاين جايدز عشان تاخد المعلومه الاصح للانفايرمنت بتاعتك. بس كده معلش رغيت كتير، بس ده تمهيد للي جاي، اعتبرا من الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبتدي العملي. دي الكونتاكت انفو بتاعتي، ولو حضرتك مش مشترك على القناة اليوتيوب يا ريت تشترك لو سمحت. والكلام بقى اللي كل الناس بيقولوه اشترك ودوس على الجرس ومش عارف ايه والكلام ده عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديدة ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.